هلا والله شباب، جيناكم اليوم بسلسلة جديدة بقناة ابن جيران. طبعا راح نلعب ارك سيرفايفل، واللي ما يعرفها هي عبارة عن البقاء على قيد الحياة، وفي حواليك وحوش وديناصورات، ويعني شيء مو طبيعي. طبعا راح نحاول نظل عايشين، برضو كبداية راح تكون صعبة، يعني مستحيل راح نظل عايشين بنفس المنطقة. اتمنى اللي مو مشترك يشترك بالقناة ويضغط زر لايك وفعل زر الجرس عشان نستمر معاكم بالسلسلة ويصلكم كل شي جديد. طبعا معانا الماب هنا عشان تعرفون وين احنا موجودين هسا، عشان اذا متنا نعرف وين متنا بالضبط. رفع معانا الليفل، اهم شي هسا نسوي تبع الحمل هذا. طبعا هسا نقدر نتعلم هاي وهاي وبرضو هاي. نحتاج خشب، نحتاج بعد 4 ستون. نسودنا 2،
طبعا جماعة لحد الآن ما أعرف ليش ما أقدر أطبخ بها. على كل حال خليها هسه، راح نحاول نرفع ليفل مشان نبني بيت ونتعلم الشغلات كويسة، نرجع لكم بعد ما أخلص. طبعا سوينا ليفل، راح نطور نسوي الحمل عنا، خليه يشيل أكثر. طبعا شباب قاعد أذبح الدود وهذا مشان ما في موارد، مشان أخذ الريش تبعه وأقدر أصنع سرير. ما ماشي، تقدر تشيله بعد. بس وين زتنا؟ هسا نشوف قديش ظل وده السرير. تقريبا وده 3، يعني شغل الدود 1 أو 2 نقدر نسوي السرير. السرير راح يفيدنا كثير، راح نصير الراسبين قريب من المطرح هذا، يعني شيء مهم السرير. راح نرجع لكم بعد شوي. طبعا شباب رفعنا ليفل وراح نشوف شو راح يطلع لنا. اول شي راح نطور هاي لانه مهمة جدا، راح برضو نتعلم الشغلات هاي. الشغلات هاي راح تفيدنا هسه حاليا. راح نصنع كم شغلة. مثلا راح نصنع هاي راح تفيدنا. راح نروح نكسر خشب. هسه تقولوا لي ان الكاس الفاس هذا البيكاكس يكسر حجر ويكسر برضو خشب، يعني لوش نحتاج هذيك؟ نحتاجها مشان هسه نقولكم لويش. هسه اشوفهم يوم نكسر بالبيكاكس شو ينطينا. ينطينا يعني هذا التوش ينطيني اياه بكثرة، اما يوم انك تكسر بالاكس ينطيك دغري وود بكميات كبيرة. بالنسبة للتوش ما ينطي شي كثير، يعني بسيط. وبرضو تروح على الحجر. هسه نكسر ونشوف. يوم انك تكسر ينطيك ستون اكثر من ما ينطيك ال شو اسمه هذا فلنت. انا ينطيك فلنت بشكل اكبر بالبيكاكس، اما بالاكس لا ينطيك ستون ما ينطيك فلنت. هاي فايدتها، يعني انت تقدر اللي ودك اياه تقدر تجمعه بيديك. هسه شو تعلمنا احنا؟ راح نصنع مثلا كمية من هاي، لانه راح نبلش نبني بيتنا بالمنطقة هاي. عجبتني، ما بها لا وحوش ولا بها اي شي يعني خطر عليك.
نشوف شو ودها. ودها حطب اللي هو لازم نقطع بالعكس. برضو نعتاز بعد ثلاثة راح نروح نكسر شوية خشب ونرجع لكم. طبعا سوينا ليفل وبرضو نرجع نطور هاي. أنا بالنسبة لي هاي مهمة جدا. خلنا نتعلم مثلا الباب هذا والحيط والبوابة. عندنا السقف هذا تقريبا هاي الشغلات المهمة تعلمناها. خلينا نصنع مثلا نصنع اثنين من هاي ونصنع اثنين ابواب. طبعا ما يكفن راح احطهم على كل حاله ذولي وارجع اكمل. يعني لازم ننهي البيت في الحلقه هاي. راح اجمع شويه خشب وارجع لكم. طبعا جماعه تقريبا رفعنا ليفل وجبنا موارد ان شاء الله تكون كافية. لكن اول شي راح نرفع وبرضو راح نتعلم الكم شغلة هاي. هان الصندوق هذا راح يفيدنا برضو. نسوي باقي اللبسة هاي تقريبا كم حيط ودنا؟ اثنين ثلاث اربعة خمسة. خمسة باثنين عشرة. 11 12 13 14 15 16 ودنا 19 حيط.
ودنا ب19، ما قدرنا نسوي غير 3. تنشوف الصندوق نقدر نسويه. ودو من هاي، هسا نجيب منها. تقريبا ودنا 1-2 بس. طبعا تقريبا البيت هي جاهز، مو جاهز، هو ظل ناقصه السقف. ودنا ليفل بعد لحتى نقدر نصنع السقف. ظل راح ندور هسا على 2 دودو مشان نذبحهم ونسوي السرير ونختم حلقتنا لليوم. طبعا لقيت 2 دودو.
طبعا الثاني اختفى، راح ادور وارجع. طبعا شباب لحقني هذا وحاولت اقتله، وبرضه مثل ما تشوفون سميته ذباح، هذا هو، لكن لسه ما عندي فكرة شلون تنشوف. انا مثلا خلينا بمهمتنا هالساعة اللي هي نصنع تخت. اظن شو بدنا بعد؟ نقدر نصنعه حاليا. راح احطه هان، وبرضه شلون بدنا نعمل عليه. عشان نقدر يعني مثل ما تقولون انه خلاص صرنا نرسب هان مطرح التخت هذا. حالتنا صعبة، جوعانين، راح نشوف لنا شي أكل مثلا التوت هذا. كويس، هنروح بس نشرب مي. خلاص أمورنا طيبة لحد الآن، أتمنى تكون عجبتكم الحلقة، واستنونا على حلقة ثانية من سلسلة أرك موبايل. أتمنى اللي عجبته الحلقة يضغط لايك، واللي ما عجبته برضه يضغط ديسلايك، واللي مو مشترك يشترك بالقناة ويفعل زر الجرس مشان يوصله كل شي جديد. ونختم حلقتنا بالصلاة على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.